مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن دول داعية لمكافحة الإرهاب عليها المضي قدما من دون قطر، مشيرا إلى أن الدوحة تروج لسياسات لا تنتهجها. وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع تويتر أنه بما أن الأزمة مع قطر استمرت لزمن طويل، من المهم النظر لما وراء الأزمة واعتبار الأمر نوعا من العلاقات الخليجية الجديدة التي تستبدل القديم. أفشلت قوات سوريا الديمقراطية هجوما لداعش بمجموعة من العربات المفخخة بحي نزلة شحادي صباح اليوم، قتل خلاله 14 مسلحا من داعش. وهاجم مسلحو داعش بعد منتصف الليل بثلاث سيارات مفخخة ودراجتين عدة نقاط تمركز لقوات سوريا الديمقراطية في القسم المحرر من الحي، حيث تمكنت القوات من تدميرها وإفشال هجوم داعش، وبلغ مجموع قتل داعش خلال هذه الهجمات 44 مسلح. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قتالا دلع شرقي دمشق بين مقاتلي المعارضة المسلحة وقوات الأسد الأربعاء للمرة الأولى، منذ أعلن الجانبان وقفا لإطلاق النار في مطلع الأسبوع، كما أصابت ضربات جوية منطقة محاصرة تحت سيطرة المعارضة. وقال المرصد إن الضربات الجوية على ثلاث بلدات في الغوطة الشرقية قتلت طفلا وأصابت 11 مدنيا، ليرتفع عدد المصابين والقتلى إلى حوالي 55 مدنيا خلال 48 ساعة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد. سيطرت قوات شرعية اليمنية على معسكر خالد بن الوليد بمديرية موزع غربي مدينة تعز الأربعاء بحسب ما أفادت مصادر عسكرية. واستطاعت قوات الجيش الوطني اليمني الوصول إلى مقر القيادة داخل المعسكر الاستراتيجي بعد اقتحامه من الجهة الشمالية الغربية بدعم غطاء جوي لطيران تحالف. توصل علماء يابانيون إلى تحليل جديد للدم يكشف 13 نوعا من أمراض السرطان بتحليل قطرة دم واحدة، ومن المقرر أن يبدأ العلماء في مركز السرطان الياباني بطوكيو الدراسة السريرية خلال الشهر المقبل. وحتى الآن لا يوجد أي تحليل لتشخيص أنواع متعددة من السرطان في وقت واحد. قال وزير البيئة البريطاني مايكل غوف الأربعاء إن بريطانيا ستحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2040 في إطار خطة لمنعها تماما بعد ذلك بعشرة أعوام. هذا وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا لاتخاذ خطوات لخفض تلوث الهواء بعد خسارة دعاوى قضائية أقامتها جماعات مدافعة عن البيئة. شكرا.